فكرتوا بحل او شيء بديل عن الانترنت والاتصالات؟ اكيد لا في حل ولا في بديل، وهنرجع العصر الحجري ان شاء الله والخير لقدام. انا انتوا بالباب؟ ايه بالباب. تحي يلا. بعدما رفعت شركات الاتصالات والانترنت في لبنان اسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف، تراجع الطلب نسبيا على تلك الخدمات، وهنا تحول الاهتمام بالباقات الأقل كلفة واللي بتمشي الحال. مبدئيا العالم تجي أول كم يوم كنا عم نعاني كثير، العالم تجي بتسأل بدي سعر وبدي سعر، كله بيصفر وبيمشي. صرنا عم نعبي هلا دولار، عم يجي زبون يقول لك بدي دولار واحد، عرفت؟ أول شيء بيسأل إنه كم دقيقة بيحكي، فكر 4 دقايق، لا بنقول له نحن إنه 10 دقايق، صار بيحكي 10 أو 12 دقيقة، وفي صار كثير عم يعبوا ال 20 دقيقة، فبدي 34 سنت، عم نعبي منها كثير صرنا ل 24 ساعة. قليل اللي بيجي بيقول لك بدي 10 دولار، اللي بيكون ما معه خبر بيفكر ساعه 1500 بيجي بنقول له لا احنا قد ايش صار حقه، بيجي بيقول لك لا اعطيني دولار اعطيني اثنين. هيك شيء كلفه الاشتراك الشهريه للخطوط الخلويه زادت هي الاخرى بشكل كبير، فصار سعرها نحو 125,000 ليرة لبنانيه بعدما كانت حوالي 23,000، وهذا ما دفع بالمواطنين الى تغيير نمط استهلاكهم. عم شارج ال 500 ميجا على 3 دولار ونص. قبل قديش كنت تشارج؟ كنت شارج اكيد اكثر، بس هلا حسب الوضع اللي نحن فيه اكيد بدك تعمل حسابك، وفي شغلات عم اختصر منها، يعني ما عم افتح صور ما عم افتح فيديو، كل شغله اكتريت شغلات عم نختصرها مشان ما نصرف ميجا. اولويه طعمي وليدي. قبل الغلا كنت شارج 10 دولار دائما كل شهر، هلا ماني قادره صراحه شارج اكثر من 4 دولار، حتى الانترنت استغنينا عنه، ال10 جيجا كنا نشرجها هلا استغنينا عنها كمان. ما فينا عم نشرج، وبتعرف انت الاسعار صارت نار، وما اكيد ما حدا عم بيشرج، يعني 3/4 اللبنانيين حرقوا خطوطهم او عم يشتغلوا على الواي فاي، والله يسعد العالم. لو خلص ما معي عبي، لانه وليدي اهم وقت بيقولوا لي بدي اكل، هاي هي المشكله، يعني الفكره غلي بده يغلق العالم كله، لأنه الحمد لله ما حدا عم يشبع ولا حدا عم يقبل ولا حدا عم يرضى. وبعد هذه الخضة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة حول أسعار الخدمات، وأكثرها طرافة هذا التعليق الذي يقول السباقي انترفون البناية ببلش. ولادي قريبين علي وما في داعي للإنترنت، وبالنسبة لهالشي اللي عملوه هن غلا وكوى وهيك ما عم نقدر نشرج بتاتا، والحمد لله عم نحكي مع الانترفون هن الحمد لله جنبي وقريبين علي. الحمد لله انه ما في الا الانترفون لسه ما دفعونا عليه مصوري، الانترفون بس ببلاش. يمكن يحطوا ضريبة او يمكن يحطوا ضريبة الله اعلم.